السلام عليكم يا شباب، النهاردة هناخد المحاضرة التانية في الموضوع اللي اسمه Municipal Solid Waste أو Municipal Solid Waste Management أو إدارة المخلفات الصلبة. زي ما قلنا، إدارة المخلفات الصلبة اللي هو يعني عايزين نقول إيه إدارة الزبالة بمعنى أدق. زي ما قلت لكم قبل كده، موضوع الزبالة ده في العالم كله ناس بتفكر فيه تفكير تاني خالص، إن هي دخل قومي، ثروة كبيرة، ثروة كبيرة. مصر مؤخرا الحمد لله ابتدت تترفق بالموضوع دوت، وابتدى العلم ده ينتشر أوي عندنا في مصر، وعشان كده احنا بنحاول ناخد زي مقدمة كويسة يعني عنه، بحيث يبقى عندك خلفية عن اللي بيدور في العالم واللي عايزين نتجه ليه في مصر. فكنا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على الاكتيفيتيز المختلفة للسوليد ويست مانجمنت، وقلنا بداية بيبتدي جنريشن، او اللي هو ان احنا موضوع الزبالة ده يبتدي يتكون يعني. بعد كده بندخل على حاجة تانية اسمها السيبريشن، وبعد كده عندنا الكوليكشن ترانسفير، وبعد كده اخر حاجه بنبقى في ريكفري تريتمنت وديسبوزال. في المحاضره اللي فاتت كنا غطينا في جزء جنريشن شويه خواص للسوليد ويست نفسها، كنا غطينا الكومبوزيشن مكوناته وحته المويستر كونتنت، وعرفنا ان في حاجه اسمها ويت مويستر كونتنت وحاجه اسمها دراي مويستر كونتنت. النهارده هنكمل برضو الجزء الاولاني من المحاضره في خصائص السوليد ويست او الجزء اللي له علاقه بالجينيريشن يعني. فهنبتدي ندخل على ال density وال energy content. طيب ايه موضوع الدنسيتي ده؟ الدنسيتي هي الكثافه، كلنا عارفين الكثافه، او ده عباره عن ايه؟ عباره عن الماس على الفوليوم، الرو يعني بتساوي الماس على الفوليوم. طب ايه في معنى في ايه كراجل بتاع سوليد ويست؟ قال لك خلي بالك، حاجه زي الشريدت ويست، عارفين انتوا الحاجه الشريدت اللي هو عارفين الورقه اما بتدخله على المكنه كده، زي يظهر في الافلام بتاع البنوك وكده، اما بيروح مدخله في مكنه على الفرم يعني، ده الشريدت. فبيقول لك ده بياخد لارج فوليومز بس الويت بتاعه ايه؟ لايت ويت. طب انا يهمني ايه في القصه دي؟ يهمني ان انا ابتدي افكر في حته الدنسي بتاعت السوليد ويست. انا يهمني دايما في السوليد ويست كل همي الفوليومز، الاحجام، لان انا بحط الكلام ده في كونتينرز او اللي هي صفح الزباله الكبيره يعني. فعلشان كده ابتدى يظهر حته الكومباكشن، او ان انا بضغط الحجم علشان اعمل ايه بقى في الدنسي. لما تضغط الحجم يعني الحجم يظهر، الوزن هو هو، يبقى اذا الكثافه عندك بتزيد. فبيقول لك السيلف بريديوس الدينستي، او عشان ايه بتريديوس الفوليوم بتاعها. طيب يفرق معايا ايه بقى ان انا اصغر الدينستي بتاعي؟ ان ده بيعمل لس في الكوليكشن تريبس. انا دلوقتي عندي عربيه هتيجي تاخد صفحه الزباله ديت وتبتدي توديها المحطه اللي هي ايه يبتدي يتوزع فيها الزباله. طيب يبقى انا عندي التريبس او الرحلات اللي بتحصل هتقل. طالما الرحلات هتقل ايه اللي يحصل؟ اكيد less fuel transportation cost، يعني اكيد الوقود وتكلفه النقل نفسه هتقل. كمان اخر مرحله اللي هو حته اللاند فيلز، قال لك طيب لو انا صغرت الحجوم بتاعتي او صغرت يعني الدنس بتاعي، يبقى ايه اللي يحصل؟ اكيد smaller land fill areas، يعني هحتاج land fills او اللي هي المدافن يعني هتقل حجمها والاريا بتاعتها. طيب دي بعض الارقام الثابته يعني تيبيكالز، ما عندناش طبعا حفظها ولا حاجه، ده بس بيديك مثال. بيقول لك مثلا زي الفود ويست الدينسي بتاعي تقريبا من 8 ل 30، هنا بيقول لك باوند على الفيت مكعب، دي الدينسي بتاعته يعني الكثافه بتاعته، رطل على الفيت او الفيت تكعيب. التيبيكال بتاعه 18، البيبر من 2 ل 5، من 2 ل 8 بناخد 5، 1
وهكذا الكاردبورد اللي هو الكرتون يعني البلاستيك وشوية حاجات تانية يعني ما اعلنش عن ظهر ده كايه كاكزامبل. طيب لو انا عايز اخد مثال على الموضوع ده فبيقول لك ايه استميت ذا اوفر اول فوليوم، يعني عايزك تطلع الفوليوم اوف 100 اوف 1000 كيلو جرام سوليد ويست سامبل هاز ذا فولوينج كومبوننتس. جاب لك تحليل لعينه من السوليد ويست فيها شويه الكومبوننتس اللي انتوا شايفينها ده، فود ويست، بيبر، كاردبورد، بلاستيكس، يارد ويست، وود، تين. وبعدين دالك بيرسنت باي ماس كل واحده فيها عباره كام النسبه المئويه بتاعتي، وعندك في الاخر التيبيكال دينستي بتاعتك لكل حاجه. طيب هو عايز ايه؟ هو عايز الفوليوم ومديني ايه بيرسنت ماس، بس الماس التوتال بتاعي كام؟ 1000. حلو قوي. طب يعني انا هعمل ايه؟ يبقى على سبيل المثال لو انا عايز اجيب الويت اوف فود ويست فهاخد 14 اللي هو كان 14 14 على 100 يعني اللي هو 14% في ال 1000 بتاعي بقى جاب لك 140 كيلو جرام. جميل. يبقى الفوليوم بتاعها ايه؟ انا عندي الرو بتاعتي بتساوي الماس على الفوليوم، صح؟ حلو قوي. طيب ده كان مديها لك بكام؟ ب200. و يبقى انا لو انا عايز اجيب الفوليوم يبقى انا هودي ده هنا وده الناحية التانية، يبقى انا عندي الفوليوم بتاعه عبارة عن ايه؟ ماس على رو. يبقى اذا الفوليوم بتاعه عبارة عن الماس اللي هو 140 كيلو على 290 الدنسي بتساوي 0.5 متر مكعب. طيب لو عملت الكلام ده للشغل كله بتاعي فيروح ايه طالع لي الكلام دوت، اقدر اجيب الفوليوم بتاع العينة كلها. حلو قوي. طيب طلعت لو جمعت بقى الفوليوم كله، الفوليوم كله طلع كام؟ 10.4. طبعا ال 10.4 هقسمها على ألف، سوري الدينستي يعني بتاعي لو انا عايز اجيب الدينستي هو عبارة الماس على الفوليوم في الاخر، يعني ال 1000 على ال 10.4 تساوي كام؟ 96.15 كيلو جرام على المتر تكعيب. بس هو كان طالبه ايه؟ هو اللي كان طالب بس الفوليوم، فالفوليوم بتاعك بكام؟ بال10.4. وده كان حل المسألة. طيب الجزء الثاني بتاعنا احنا ما زلنا في ايه؟ في الجزء بتاع جنريشن اللي هو تخليق او انتاج السوليد ويست نفسه اللي هو بيحصل لسه في البيوت، باخد شوية خصائص للكلام ده. طيب الخاصية الأخيرة اللي عندنا اللي هي الانرجي كونتنت والكيميكال كومبوزيشن، او هو عايز يعرف ايه؟ هو عايز يعرف انا عندي ايه الكيميكال كومبوزيشن بتاعي او السوليد ويست بتاعي دوت او الزباله بتاعتي دي فيها كيميكالز ايه، او ايه الكيميكال كومبوننت بتاعها او ايه المكونات الكيميائيه بتاعتها. طب ليه الكلام ده؟ قال لك لاربع حاجات، عشان اعرف اربع حاجات انا هعمل لها كومبوستنج. كومبوستنج اللي هو ان انا هقلبها مواد كيميائيه، ولا هعمل لها كومبوستنج ان انا هبتدي احرقها فقط، ولا هعمل لها انرجي ريكفري ولا لاند فيلينج. بمعنى انا جات لي عينه ابتديت اشوف الكيميكال كومبوننت اقول والله لا انا من الكومبوننتس بتاعتي الموجوده هنا انا شايف ان اسلم طريقه ان انا اتخلص من المواد الصلبه دي ان انا اعملها كومبوستنج، ان انا اقلبها كلها ايه؟ سماد او كومبوستنج. ايه كومبوستنج ده؟ كومبوستنج ان انا احرقها بس ما بستفادش منها خالص. او انرجي كفر لها ده فيها مكونات مهمه قوي، ده انا لو حرقتها ممكن اولد طاقه. او لاند فيلينج هي ملهاش اي لازمه وانا عندي كده كده اماكن او اراضي يعني اقدر اعمل فيها لاند فيلينج وادفنها واخلص. طيب قال لك هو ايه الكومبوننتس اللي عندي او الكيميكال كومبوننتس عندي؟ قال لك هم سته مشهورين او اكترهم يعني، اللي هو الكربون، الهيدروجين، الاكسجين، النيتروجين، السلفر، واسوأ حاجه فيهم الاش اللي هو الايه الرماد. دي بعض الحاجات اللي هي قابله للاشتعال يعني المكونات بتاعتك. جاب لك كل مكون من المكونات
وكل نسبة من النسب. دايما انا بقلق من ايه؟ بقلق من حتة القاش ده اللي هو كل ده. ليه؟ لان القاش ده ملوش اي لازمة، القاش ده ملوش اي لازمة، ما بيطلعش طاقة. يبقى اذا انا اسوأ حاجة عندي في الحاجات دي ايه؟ اللي هو نسبة القاش بتاعته تبقى عالية جدا، اللي هو هتلاقي مين قال لك الديرت والقاش والبريكس. يعني انا لو طلع لي في السوليد ويست بتاعي او المواد الصلبة بتاعتي او المواد اللي عايز اتخلص منها اللي هي الزبالة بتاعتي فيها قاش كتير او بريكس كتير او ديرت كتير، هي اصلا هتطلع قاش، فانا مش هستفاد من المكونات دي خالص، او مش هقدر اطلع منها طاقة لانها غير قابلة اصلا للايه؟ للاشتعال. يبقى انا اذا كل ما قل نسبة القاش بتاعتي كل ما اعرف ان انا اقدر استفيد من العناصر دي، انا اقدر اطلع منها طاقة او اقدر استفاد منها. طيب عندنا في حتة الانرجي كونتنت في وحدة المشهورة اللي هي البي تي يو، تلاقي ممكن معظمنا سمع عنها، اللي هي بريتش ثيرمال يونت. ايه علاقتها بالكيلو جول على الكيلو جرام اللي هي وحدة الطاقة المتعارف بيها برضو؟ هي عبارة الكيلو جول على الكيلو جرام بتساوي 2.326 في البي تي يو. عندنا شوية او ثلاث تعريفات للانرجي كونتنت. قال لك اول حاجه انرجي كونتنت از ديسكارد، يعني ايه؟ يعني بيقول لك الانرجي اللي هتطلع من الزباله كده على حالها، على حال از ديسكارد، يعني زي ما اترمي. زي قال لك طيب البي تي يو على الاي بي اللي هو البريتش ثيرمال يونت لكل باوند از ديسكارد عباره عن ايه؟ هو الانرجي كونتنت البي تي يو الانرجي اللي هتطلع منه على السامبل ويت بالباوند، ما فيهاش اي حاجه. ليه؟ كمية الانرجي اللي هتطلع على الويت بتاعها. طيب قال لك في حاجة اقوى شوية اللي هي الانرجي كونتنت على بس في الايه؟ في الدراي بيز. التاني كان ايه؟ از ديسكاردد، يعني زي ما ايه؟ ما اترمت، يعني كان فيها مويشر وفيها دراف، لكن المرة دي بقول لك ايه؟ ده دراي بيز. طيب هو عايز ينسبها للايه؟ للي قبلها، هيدا سيبها للديسكارد. فعملك قال لك ايه؟ البي تي يو على الاي بي او كميه البريش ثيرمال يونت لكل باوند بس المره دي ايه؟ دراي بيز، عباره عن البي تي يو على الاي بي اي ديسكارد اللي انت حسبتها فوق، واخد بالك انت، بس المره دي ايه؟ هضربها في 100 على 100 نايس مويشر كونتنت بيرسنت. يبقى انا اذا هنا ايه؟ يبقى انا من الكلام دوت ان انا طلعت ايه؟ الدراي فقط. طيب في حاجه اقوى كمان اللي هو ايه بقى؟ انرجي كونتنت بس هنا ايه؟ اش فري طبعا للدراي بيز. الاش فري ليه؟ لان قلت لك الاش ده انا ما بستفدش منه اي حاجه، لو حرقته ما بيطلعليش ايه؟ اي طاقه. يبقى دي الطاقه الفعليه اللي هتطلع كمان لو انا شلت منها نسبه الاش. طيب عايز برضو ينسبها لمين؟ عايز ينسبها لاول حاجه حسبها اللي هي الديسكارد از ديسكارد. يبقى قال لك البي تي يو على الاي بي الاش فري داي بيز اللي هو اخر حاجه دي عباره عن البي تي يو لكل باوند الاس ديسكاردد، ماشي اللي انا عارف احسبه، بس هضربه ايه؟ في 100 على 100 ناقص الاش بيرسنت ناقص المويشر كونتنت. يبقى اذا ال 100 دي ناقص هخليها دراي، وكمان هشيل الاش بتاعها علشان اخليها ايه؟ اش فري. دي بعض التيبيكالز برضو ليه الانرجي اللي بتطلع، سواء بقى للفود ويست للبيبر الكاردبورد نفس الحاجات دي كلها، وليها ايه؟ تيبيكالز الناس اصبحت متعارف عليها برضو ايه؟ ما علنهاش حفظها، ودي تيبيكالز تانية لبواد بعض العناصر التانية. طيب تعال نشوف مثال بسيط. قالك determine the energy value كيلو جول بقى هنوت ايه؟ بير باوند بير كيلو جرام اوف تيبيكال municipal solid waste للسوليد ويست الأدمية بتاعتي with the following average composition. يبقى إذا هو هيديلك شوية components، مديك ال percent بقى، خلي بالك من الحتة دي percent by weight، ما اداكش ال weight، اداك percent by weight على ال energy، واداك ال energy بتاعها، وعايز يقول لك ايه؟ طلع لي ال energy content بتاعت الكلام ده كله. طيب اول حاجه اسيوم السامبل 100 باوند. ليه؟ لان انا عندي الانرجي كونتنت بتاعي بيديهولي بالايه؟ بيديهولي بالبي تي يو على الباوند،
صح؟ يبقى كان اسلم حاجه ان انا عشان اطلع انرجي كونتنت ان انا كنت افرض ان الويت بتاعي بالايه بالباوند، عشان هو كان مديني ايه، مديني بس الايه البرسنت، مش مديني الوزن الحقيقي. طيب يبقى اذا لو انت جيت هنا بصيت على الشكل بتاعك الجدول بتاعك، يبقى انت هتلاقي ان انت هنا كان عندك الويت بالباوند عبارة ان انا ضربت البرسنتج بتاعتي في الاسيومد ويت، طلعت كل حاجة بكام، فود برسنت كان هو مدي لك 15%، ضربتها في المية يبقى اصبحت 15 باوند، البيبر كان 40% يبقى 40% يبقى اصبحت على 100 يبقى اصبحت 40 باوند. طيب ومدي كان كل واحدة الانرجي بتاعتها باللي قصادها، هضرب ده في ده هيطير الباوند مع الباوند، اللي يتبقى لي مين الانرجي بالبي تي يو. حلو قوي، عملت توتال الكلام ده، التوتال جاب لي كام؟ 476,230 ايه بي تي يو. حلو قوي جميل، يبقى الانرجي كونتنت از ديسكاردد عبارة عن ايه، لو ابتدينا نفتكر هو عبارة عن قد ايه انرجي على الوزن بتاعي، يبقى انا عندي عبارة عن 4762.3 بي تي يو على الايه على الباوند. طب هو كان طالب كده في المسألة، قال لك لا انا كنت عايزها بالايه بالكيلو جول بالكيلو جرام، فهنحولها التحويلة اللي هي ال 2.326 ادتني الانرجي كونتنت بتاعي بالكيلو جول بير كيلو جرام. مسألة سهلة، تعويض مباشر ما فيهاش أي. طيب يبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاع الجنريشن، خلاص احنا كده الجزء بتاع الجنريشن خلصناه، هنبتدي ندخل على الجزء الثاني اللي هندرس فيه اون سايت هاندلنج، اون سايت بروسيسنج، اون سايت ستورج. خدت بالكم انتوا من كل حاجة عبارة عن ايه؟ اون سايت. وايه؟ ده انا قبل لسه الايه؟ مرحلة الكوليكشن. يبقى انا الكلام ده كله ايه بيحصل؟ المفروض عند البيوت او جنب البيوت او داخل البيوت. طيب ايه الاون سايت هاندلنج؟ الاون سايت هاندلنج قال لك ده شويه اكتيفيتيز هتعملها للهاندلنج، اللي هو الهاندلنج يعني الشيل والحط والحاجات دي، بس اهم حاجه بيفور ايه؟ بيفور الكوليكشن. جميل قوي. ممكن كمان may also refer to moving a loaded container، ان انا بملى الصفايح وان انا انقلها واوديها للكونتينرز، وان انا ارجعها ارجع returning the empty containers، كل ده برضو يجي تبع المين؟ تبع الهاندلنج. حلو قوي. طيب من الهاندلنج حته الكومباكشن، زي ما انتم شايفين ده اسمها هاوس ايه كومباكتورز. يبقى وانت جوه البيت نفسك انت طبعا مش شرط الكلام ده يكون في البيت، يعني الكلام ده بيبقى في المصانع في المستشفيات الحاجات اللي هي الايه الحاجات الكبيره، يعني بيروح عامل ايه، شايفين الصفائح ديت عبارة عن هو بيحط فيها الزبالة ويبتدي ايه يضغطها، عايز يعمل ايه، عايز يقلل الفوليوم بتاعها، عايز يقلل الفوليوم بتاعها. ليه؟ لان الكلام ده هياخده يحطه في كونتينرز، فانا عايز اخد كميات كبيرة قوي في نفس الكونتينر. لكن تخيل انت لو كان كل الصفيحة دي مليانة، يبقى انا عدد الكونتينرز ايه محتاج تزيد معايا، فعشان كده بنعمل حتة الايه الهاوس كومباكتور. طيب بعد ما عملت كده في عندنا بعد كده اللي هو سمول هاند كارز، خلاص انا نقلت الصفايح وكل حاجه، عايز بقى ابتدي ايه انقلها اطلعها بره البيت او بره المصنع او بره المستشفى او بره العياده او بره وات ايفر اللي انا عندي، فعندي الصفايح اللي هي السمول هاند كارز ديت. طيب بعدين عندي كوليكشن كارز بقى، دي اللي هروح ارمي فيها بره، او ممكن تكون برضو حتى في الحاجات الكبيره ممكن دي تلاقيها موجوده جوه وهم اللي بي ايه بيطلعوا بيها، بس بتاخد ايه جافوليوم اكبر زي ما انتم شايفين هنا 770 لتر 660 لتر حاجات ايه كبيره شويه. كل دوت عشان اعمل ايه؟ عشان اقدر انقل الكونتينرز الايه اللي بره. يا شباب شايفين دي الكونتينرز اللي بقول عليها ايه بره، انا عايز انقل الحاجات اللي عندي جوه، سواء بعملها كومباكشن او بشويه عربيات صغيره اقدر ايه اطلعها. في بقى الحاجات العمارات اللي هي الجديده وكده اهوت بيبقى عندهم حاجه اسمها جرافيتي شوتس، بيبقى هتلاقي العماره كل الادوار اللي عندها متصله على النفق الكبير دوت، بيرموا فيها اكياس الزباله بتاعتهم تنزل على طول على الايه كونتينر. فاكرين انتوا الفيلم اللي هو بتاع تصبح على خير ولا صباح الخير بتاع تامر حسني؟
كان في حتة، الحتة دي قال لك ايه، احنا هننزل من ماسورة الزبالة، هي دي ماسورة الزبالة اهي الشكل ده او الشكل ده، بيجي باشكال كتيرة جدا. المهم ان انت بتيجي ترمي الكيس بتاعك وبيروح ينزل على الكونتينر على طول عشان يبتدي يعمل له كوليكشن والعربية تاخده. ايه تاني عندنا في الجزء دوت؟ لسه في عندنا حاجة اسمها اون سايت بروسيسنج، ان انا ده انا ممكن كمان، خلي بالك برضو ما زلت فين، انا بيفور الكوليكشن، بيفور الكوليكشن ممكن ان انا اعمل شوية بروسيس زي ايه، زي الفوليوم ريدكشن، تخفيض الحجم، عايز اصغر حجم السوليد ويست بتاعتي زي ما قلنا، عشان كل ما اصغر حجم كل ما اقدر ارمي حاجات اكتر في نفس الايه الكونتينر. alternating physical form اللي هو ووتر او المويشر كونتينر، عايز اغير الشكل المادي بتاعي، انا عايز ممكن اقلل كمية المية اللي فيها اخليها اكثر سوليد، وممكن كمان اعمل ايه recovering usable material from solid waste اللي هي استعادة المواد القابلة للاستخدام من الفئات الصلبة. فاكرين الكونسيبت بتاع 3R كان منها اهم حاجة ايه، ان انا اعمل recovering او recycling من بعض الحاجات قبل ايه برميها. كل الكلام ده يقعد تحت ايه، تحت حتة الايه البروسيسنج. طيب ايه امثلة للبروسيسنج؟ هما سبع حاجات ممكن تتعمل في الايه، ست حاجات ممكن تتعمل في البروسيسنج، اللي هو ايه الجرايندنج ان انا اعمل طحن، او سورتنج وسيبريشن ان انا ابتدي اقسم، بنشوف الحاجات دي في بعض النوادي او بعض المولات، يبتدي تلاقي حاطط لك ايه ثلاثة بينز كده جنب بعض، يقول لك ارمي هنا مش عارف الازاز، ارمي هنا الحاجات المعدنية، ارمي هنا الحاجات الورقية. طيب ايه كمان من البروسيسنج؟ الكومباكشن ان انا بضغط الحاجة، الشريدنج ان انا زي الورق اللي هو ببتدي اقطعه، الكومبوستنج ان انا ممكن بعض الاماكن بتقدر تحول الحاجات دي الاسمده على طول قبل ما تطلعها يعملها كوليكشن، ده هو انا بطلع لك الزباله بتاعتي او السوليد ويست بتاعي على هيئه كومبوستنج او على هيئه مواد اسمده، او انا اعملها انسينريشن او كومبوستنج ان انا بعمل لها حرق. ده انت الكلام ده ايه، ده انت قبل ما تعمل لسه الكوليكشن بتاعك، كل ده فين فين في الايه اون سايت بروسيسنج. دي بعض الاشكال زي الجريندنج اللي هو الطحن، شايف بيدخل ايه بلاوي سودا، بيطلع ايه، بيطلع باودر سهل. السبريشن والسورتنج ده زي اللي قلنا عليه، بيحط لك كل بين كدوت او كل صفيحة يقول لك دي اللي ترمي فيها ايه. طيب الكومباكشن او كومباكتنج زي ما احنا عارفين بيدخل حاجة بيضغطها علشان يقدر ايه ياخد الكونتينر يشيل فيه حاجات اكتر. الشريدنج زي ما انت شايف مدخل اهو زي مراتب، بص مطلعها لك عامله ازاي. الانسريشن كومباستنج اللي هو بيبتدي يدخل الحاجات دي في محارق، وطبعا ايه يبتدي يقلل لك حجمها، اللي هو بيتبقى ايه، بيتبقى قاش بس، بيقلبها لك لقاش، بيقلبها لك لرماد فقط. الاون سايت بروسيسنج شويه العمليات، الست عمليات اللي احنا عملناها، بيقول لك ايه العوامل اللي انت يجب مراعاتها في عمليه الاختيار. وانت بتختار اي نوع من السته دولت لازم تفكر في ايه، اول حاجه افكر في الكابابيلتي بتاع القدرات بتاعتك ايه عشان تعرف تعمل اي وظيفه من الوظائف ديت او اي طريقه من الطرق دي. الريلابيلتي جوده التشغيل، ازاي ان انا اقدر اعمل طريقه من الطرق دي ابقى متحكم فيها تحكم عالي جدا. جوده الاخراج بتاعي، المنتج اللي انا هطلعه من السوليد ويست ده قادر ان انا اعمل له جوده او سيطره عليه. السيفتي اوف اوبريشن، ما تجيش تجيب لي شريدر ولا مطحنه وايد العامل تروح فيه، تمام. الايزو اوف اوبريشن برضو على حسب بقى العمال اللي انت جايبها، لازم يبقى الموضوع ده سهل بالنسبه لهم او انت مدربهم بحيث ان انا اقدر اوصل للايزو اوف اوبريشن، الموضوع يبقى سهل يعني. الافشنسي، الكفاءه، لازم تبقى الحاجه اللي انت هتختارها ذات كفاءه عاليه وانت تقدر تشغلها بالكفاءه العاليه بتاعتك. انفايرمنتال افكت، دي حاجة مهمة أوي، احنا الكورس ده أصلا هو بيتكلم عليه environmental engineering، ازاي إن أنا ما أقدر ما أثرش على ال environment. يبقى أنت لما تيجي تختار وسيلة من الوسائل لازم يكون إيه تأثيرها سلبي على ال environment، ما تعمليش سوري تأثيرها إيجابي على ال environment، ما تسببليش مشكلة لل environment، ما تسببليش مشكلة للبيئة اللي أنت فيها، يعني ما تجيليش أنت في الحرق ولا كده وتبقى بتحرق في الهواء، واخد بالك؟ الخطر على الصحة، ما هو نفس الكلام برضو، الاتنين دولت مرتبطين ببعض، ولا تضر البيئة ولا تضر الصحة. الايكونومكس، طب انت لو جيت حرقت لي الكلام ده في الاول
على سبيل المثال يعني. يبقى انا اذا ما ينفعش ان انا اعمل الخطوات اللي بعد كده اللي قدام ان انا اعمل مثلا انرجي ريكفري، ولا انا اقلبها لحاجه ممكن استفاد منها. واخد بالك؟ فحته الايكونومكس ده ما تجيش انت ايه تيجي تقطع لي الحاجه ولا تكسر لي الحاجه وما اقدرش بعد كده استفاد منها. فكل دوت عباره عن ايه، دي العوامل اللي انا بفكر فيها وانا بختار الطريقه اللي هعمل فيها الايه الاون سايت بروسيسنج. بعد كده اخر حاجه في الاون سايت او الحاجات اللي بعملها يعني من مكان الاون سايت يعني في الموقع الاون سايت ستورج، ان انا ببتدي اخزن الكلام دوت. طيب ايه بقى الفاكتور كونسيدرنج ان اون سايت ستورج اوف سوليد ويست؟ اول حاجه نوع الحاجات اللي هستخدمها، ايه الطيب بتاع طبعا انا ما بتكلمش على صفائح زباله، انا بتكلم على الكونتينرز بتبقى ممكن توصل لغايه 40 متر مكعب. بيقول لك الطيب بتاعها نوعها ايه، الكاباسيتي الفوليوم بتاعها يبقى ايه، والماتيريال المواد اللي هستخدمها عشان اصنع منها الكونتينرز ديت. طيب يبقى دي كلها علاقه بالايه بالكونتينرز. طيب ايه تاني، انت هتحط لي الكونتينرز دي فين، على اول كومباوند ولا في نص كومباوند ولا في اخر كومباوند؟ يبقى لازم بختار اماكن كويس. ليه بختار، ليه مهتم قوي بحته اللوكيشن دي؟ علشان هيجي بعد كده المرحله اللي بعدها. فكل المرحله اللي بعدها ايه، عباره عن كوليكشن. ايه الكوليكشن ده؟ الكوليكشن دي بتيجي عربيه هتاخد بقى اللي موجود في الكونتينر ده عشان تنقله على كونتينرز اكبر، بدل ما بتخدم كومباوند لا ده كونتينر بتخدم 2 و3 و4. طيب ايه تاني، حته الصحه العامه والمنظر الجمالي، انت ما تحطليش بقى الكلام دوت وتسيبهولي باليومين والتلاته مثلا وتبتدي ايه يطلع منه مشاكل تاثر لي على البيئه وتاثر لي على الصحه وتاثر على المنظر الجمالي. الاقي بقى ايه وانا داخل الكومباوند او داخل المنطقه السكنيه بتاعتك الاقي تراكم للزباله، منظر مش اللي هو والصحه بتبوظ. طب ايه الكوليكشن ميثود اللي انت هتستخدمها علشان تبتدي تشيل الكلام ده؟ يبقى كل الكلام ده يندرج تحت ايه، يندرج تحت الاستورج او التخزين اللي هو في الايه في السايت نفسه. يبقى انا عملت جنريشن، عملت حته الاون سايت اللي هي فيها الهاندلنج والبروسيسنج ولغايه مرحله التخزين، بعد كده هعمل ايه، هدخل على مرحله الكوليكشن، انا عايز انقل الكلام دوت. طيب مرحله الكوليكشن من جواها كده هم عباره عن ثلاث مراحل صغيره. جاذرنج، جاذرنج ده يعني الجمع، ان انا بجمع السوليد ويست من الاماكن المختلفه من الكونتينرز المختلفه. وبعدين الهولينج اللي هو النقل، اللي انا بنقلها بعربيات علشان ارميها وافضيها في الكونتينرز الاكبر اللي هي تتضمن الايه الانلودنج او عمليه التفريغ. يبقى انا عندي كام مرحله، ادي واحد اللي هي ان انا بجمع ببتدي انقل بعد كده ببتدي افضي. طيب اللي هي دي الكونتينر الصغيره الموجوده في الاون سايت، المفروض ان انا البني ادم يعني او الناس بتتعامل معاها دايركت. بتيجي عربيات صغيره زي ما انتم شايفين حجم العربيه صغيره، بيجي يفضي الكلام ده عنده، بيعمل لها هولينج يعني بيبتدي ينقلها، يرميها بقى فين، في صفايح اكبر. الصفايح الاكبر دي اللي بتيجي بقى ايه تتفضى او تتشال كلها بايه، بعربيات اكبر اللي هتوديها لحاجه اسمها ترانسفير ستيشن. يبقى مرحله الكوليكشن دي بتشيل من الصفائح الصغيره تنقلها لبس الايه صفائح كبيره بعربيات صغيره نسبيا طبعا. طيب الويست كوليكشن ده طبعا حته بقى ايه، ان هو ليه ديفيكالت وكومبلكس، ان انا حته ان انا العربيه اللي تدخل دي وتبتدي تلم لي من الصفائح الصغيره دي هتلاقي ان هو ايه صعبه ومعقده شويه وكمان ايه مكلفه اكتر. اكتر حاجه من اكتر حاجات الايه مكلفه، ده انت عندك عربيه تدخل لك في كل الشوارع عشان تلم لك من الصفائح الصغيره دي. فيبقى انا عندي ده هيدخل بقى كل بيت وكل ابارتمنت بيلدينج وكوميرشال، هيبتدي ايه يتغلغل في الشوارع كلها. ليه؟ علشان يلم من الصفائح اللي متحدده اماكنها من السكان علشان يلمها. طيب ليه كمان صعبه؟ علشان الجنريشن باترن نفسه، هو الناس دي بتطلع كل يوم ولا كل يومين، ولا انا محتاج اروح لهم كل اسبوع؟ فالحته الباترن دي هتفرق معايا كمان في الكوانتيتيز. هو انا لو رحت لهم كل يوم هشيل نفس اللي هشيله ولو رحت لهم كل يومين؟ يبقى اذا العربيات اللي بتعمل كوليكشن دي بتفرق، وطالما العربيات بتفرق يبقى اكيد الفيول والليبر والكوست بتاعي هيختلف. فهو الموضوع معقد شويه علشان يبتدي يحسب
انا محتاج كام عربيه تدخل وتجيب لي الكلام دوت، وهتدخل فين وتروح منين. الموضوع مش ايه مش ظريف. طيب الفريكونسي اوف كوليكشن عاده يا بيقل بيبقى ديلي او توايس اوي، ده في المعتاد يعني. ديلي ده بيبقى في الهاي رايز والمالتي ستوري المباني الكبيره يعني. التوايس ا ويك دي بتبقى ايه؟ اما يكون داخل كومباوندات فيلات وبتاع او تاون هاوسز الحاجات الصغيره، فما ما احتاجش ان انا اروح ايه كل يوم، لان الكونتينرز ما بتتلحقش تتملى كل يوم يعني. فيبقى انا عندي الفريكونسي يا الا ديلي يومي او توايس ا ويك يعني بيروح مرتين كل اسبوع. الحته بس اللي هو الفيكل تايب او نوع العربيه والحاجات دي انا يهمني، بس الحته اللي انا ايه كنت عايز اقولها لكم اللي هي الفاكتورز كونسيدرينج كونتينر اكسشينج، حته اللي هو ايه انا حاطط كونتينر جنب المباني وداخل بالعربيه علشان تاخدها. فبيقول لك لما تيجي تحطها لازم ايه تفكر كام تفكيره كده. ده انا بتكلم على الكونتينر مش على العربيه اللي داخله، بتكلم على الكونتينر اللي الناس بترمي فيه. اولا هو بيقول لك الكونتينر ده ايه من 4 ل 40 متر مكعب، السايز مش صغير، 4 متر ل 40 متر يعني ممكن تبقى احجام ايه كبيره. اهم حاجه بيقول لك ايه اما تيجي تحط الكونتينر دوت حاول تحطها لي في حته ما يكونش فيها ايه ترافيك عالي، ما يكونش بقى حاططها لي مثلا في ميدان. خد بالك انت دايما تحطها في حته بحيث ان ايه ده انا هتيجي عربيه وهتشيل الكلام ده فهتوقف اكيد الطريق، فاما تيجي تحطها حطها لي في حته زاويه كده متطرفه بتاع. بس خلي بالك ايه دول بيبقوا كتير، فانت لازم اختيارك للاماكن ده بيبقى جيد يعني. طيب ايه تاني بيقول لك اما تيجي تعمل الكلام ده لازم يبقى تو سبيسز، ما يبقاش واحد بس. قال لك ليه؟ قال لك عشان يبقى واحد مليان واحد لمكان الفاضي، علشان عمليه التفضيه وعمليه الملو. طيب انا عايز اوريكم الحته دي، ده الكونتينر ده المليان، قال لك لازم تسيب له مكان ايه مماثل للكونتينر او للصفيحه الكبيره دي جنبها فاضي. قال لك ليه؟ لان العربيه بتيجي زي ما انتم شايفين ده التراك بتاعها، العربيه لما بتيجي دي شايله الكونتينر الفاضي، هتيجي كده وترجع بظهرها تروح منزله لك الايه الفاضي، وتروح طالعه كده وراجعه كده محمله الايه المليان وطالعه. يبقى عرفنا ليه انا لازم اسيب مكانين دايما. يبقى انت في حته الكونتينر ما ينفعش اسيب مكان واحد، لازم مكانين، واحد فاضي وواحد ايه مليان، علشان عملية التعبئة والتفضية. بيجي العربية ترجع تحط اللي كان معاها فاضي وتروح طالعة هنا هو تاخد المليان وتتوكل على الله علشان تروح تفضيه في الكونتينر الكبير. وهي دي عملية أول عملية في عملية الايه الكوليكشن، إن أنا ببتدي أخد الكونتينر وابتدي أنقله. طيب آخر بس مثال عندنا نبتدي نبص فيه بيقول لك إيه؟ A residential community consists of كام؟ 5400 كابيتال، عبارة عن كومباوند صغير في 5800 فرد. هذا following ايه data، عنده الداتا الايه الموجودة دي. السوليد ويست جنريشن ريت بيطلع 0.75 كيلو جرام لكل كابيتا بير داي. يبقى اذا الفرد الواحد بيطلع كمية السوليد ويست دي تقريبا ايه كيلو الا ربع سوليد ويست. الاوفر اول از ديسكاردد ويست دينستي، يبقى مديلك الدينستي، خلي بالك بقى مديلك الدينستي بتاعه السوليد ويست اللي هي الرو اللي هي بتساوي ايه فاكرين؟ عباره عن ماس على ايه على فوليوم. ليه بيديلك الدينستي؟ عشان انا دايما انا في الشغل بتاعي ايه اللي مهتم بيه، الماس ولا الفوليوم؟ تمام، انا مهتم دايما بالفوليوم. ليه؟ هتلاقي يقول لك هي العربيه دي بلاش العربيه، الكونتينر ده هو بيشيل كام ايه متر مكعب، العربيه اللي هتنقل بتشيل كام متر مكعب، انا هروح انقله للكونتينر الكبير اللي هو بيشيل كام متر مكعب. يبقى انا كل دايما شغلي بالايه بالايه بحته المتر مكعب او بالايه بالفوليوم، عشان كده دايما يدي لك الايه حته الدينستي. طيب الكوليكشن فريكونسي العربيه اللي هتيجي تعمل كوليكشن بيجي لي ايه توايس بير ويك، بتجي لي مرتين. قال لك يعني باختصار كده بتيجي كل 4 ايام، بتيجي كل ايه 4 ايام. الكونتينر سايز اللي هي الناس بترمي فيه ده 4 متر مكعب. الكونتينر كومباكشن ريشيو، يعني ايه كومباكشن ريشيو؟ ده هو الناس اما بتطلع السوليد ويست ما بتطلعهاش على حالها، لا ده بتطلعها ايه كومباكتد يعني مضغوط. يبقى اذا الفوليوم اللي هيطلعه الناس هيكبر ولا يصغر؟
طالما انا عندي كومباكشن بقى هيكبر ولا يصغر؟ اه هيصغر، لان انا بعمل له كومباكشن او بضغطه. الفيكل كاباسيتي، العربيه بقى اللي بتيجي تعمل كوليكشن، قال لك بتقدر تشيل لغايه قد ايه؟ بتقدر تشيل 20 متر مكعب في الرحله الواحده. طيب التايم فور تريب اللي هي، طب ايه التريب دي يا شباب؟ ايه الرحله؟ يعني ايه الرحله؟ هو العربيه دي بتيجي تدخل تبتدي تاخد الكونتينرز اللي هي هنا كام؟ 4 متر مكعب، بتبتدي تنقلها لايه؟ انا عندي ده كونتينر اللي هو ايه؟ 4 متر مكعب، بتيجي العربيه عايزه تاخد الكلام ده علشان تنقله على ايه؟ على كونتينر كبير اللي هو بعد كده هيبتدي ايه؟ يعني بيبتدي يودوه، بتيجي عربيه اكبر وتاخده الترانسفير ستيشن. مالناش دعوه بالقصه دي، احنا نهايتنا لغايه فين؟ هيبقى لغايه حته الايه؟ الكونكشن. فبيقول لك العربيه اللي هتيجي تشيل ديت دي الحموله بتاعتها عباره عن 20 متر ايه؟ متر مكعب. طيب قال لك الرحله دي بتاخد قد ايه؟ قال لك يبقى التايم بتاعها ده هياخد تقريبا 3 ساعات. علشان ايه انقل الكلام ده محتاج ايه 3 ساعات قبل ما اروح وارجع تاني. طيب it is required، اه يهمني بقى هو انت عايز مننا ايه؟ it is required to calculate the number of containers. يبقى ده واحد، انا عايز اعرف الكومباوند ده هيحتاج كام كونتينر، من ابو كام؟ من ابو ايه؟ 4 متر مكعب. and the number of vehicles، يبقى ده رقم 2، انا محتاج كام عربيه عشان تخلص لي الكلام دوت اللي هي بتشتغل بس كل ايه؟ كل 4 ساعات. طب وهل هي بتشتغل 24 ساعة في الـ4 ساعات؟ قال لك لا، بتشتغل التايم شيفت بتاعها قد ايه؟ 8 ساعات بس. هو مش ده مش عبد، ده مش عبد، ده هيجي يشتغل 8 ساعات ويمشي. يبقى انا عايز نمبر اوف كونتينرز ونمبر اوف ايه؟ فيكلز. طيب تعال نبص بتحل ازاي الكلام ده. اول حاجة التوتال سوليد ويست اماونت جنريشن، انا هطلع قد ايه سوليد ويست؟ قال لك ده سهلة دي. دي عبارة عن ايه؟ بالكيلو جرام لسه، عبارة عن البوبوليشن في الجنريشن ريت في النمبر اوف دايز. ايه النمبر اوف دايز دي؟ مش هو قال لك انا باجي العربية دي كل 4 ايام؟ يبقى انا هاملة الكونتينرز دي خلال ايه؟ 4 ايام. يبقى انا عندي كام بوبوليشن؟ 5800 ايه فرد. الواحد كان بيطلع كام؟ 0.75 كيلو جرام بير كابيتا بير دي، يعني الفرد الواحد بيطلع 0.75 كيلو في اليوم. طب في 4 ايام يبقى انا عندي كام في الاخر؟ 17400 ايه كيلو. طيب عايز الفوليوم، انا قلنا الرو بتساوي الماس على الفوليوم. حلو قوي، جبت انا الماس بس انا عايز الفوليوم وعندي الدرس، يبقى ادي ده هنا واجيب ده هنا. يبقى انا عندي الفوليوم بتساوي الايه؟ الماس على الفوليوم. يبقى انا عندي سوري الماس على الدنس، يبقى الفوليوم عندي بتساوي الماس على الدنسي اللي هو 17400 على ال 125 اللي هي الدنس بتاعتي. يبقى انا طلع لي كام؟ 139.2 متر مكعب. ده منين؟ ده من الكوميونتي كلها خلال الايه؟ الـ4 ايام. قال لك هو هتطلع بهذا الشكل ولا هو قال لك هيعملها كومباكشن؟ هيعملها كومباكشن. طيب من غير ما تبص على الخطوه اللي بعدها، هتفتكر انا كان عندي قال لك الكومباكشن ريشيو كام؟ 1.5. طيب تفتكر انا هضرب بقى في 1.5 ولا هقسم على 1.5؟ ابتدي خد السنس. هو انا بعمل كومباكشن عشان اعمل عايز اقلل حجم، عايز اقلل الحجم. طيب ال 139.2 دي متوقع ان انا اضربها في 1.5 واقسمها، يعني محتاج اكبرها ولا اصغرها؟ لا انا محتاج اصغرها، ده هو الهدف كله ان انا ايه؟ اصغر الحجم. عشان كده هتلاقي ان ايه؟ خد ال 139.2 وقسمها على ال 1.5، عشان كده فعلا الفوليوم حصل له ايه؟ صغر بقى 92.8 متر مكعب. يبقى من هنا على طول اقدر اجيب كام كونتينر؟ اه اقدر اجيب كام كونتينر؟ انا عندي كونتينر كان كم متر مكعب؟ قال لك كان 4. يبقى لو قسمت الرقم ده على 4 متر مكعب اقدر اجيب انا عندي كام كونتير. يبقى خد الرقم ده قسمه اللي هو 92.8 متر مكعب، قسمه على 4 اللي هو حجم الكونتينر الواحد، طلع لك ايه؟ 23.2، يعني ايه؟ 24 كونتينر. يبقى انا حليت الكلام ده اللي هو ايه؟ ده المطلوب الاولاني. ايه المطلوب الثاني؟ العربيات، انا محتاج كام عربيه عشان تنقل؟ طيب تاني نبص بالنسبه للعربيه. العربيه انا عندك هو قال لك السعه بتاعتها قد ايه؟ هي 20 متر ايه؟ مكعب. طيب هو انا ال 20 دي من الاخر كده تقدر تاخد كام كونتينر؟ انا عندي كونتينر 4 متر مكعب،
حلو قوي. يبقى انا عندي العربية الواحدة ممكن تشيل كام كونتينر؟ تقدر تشيل 5. ليه؟ انا عندي 20 قسمتها على الاربعة، يديتني كام؟ 5 كونتينر. الحتة دي اللي ناخد بالنا منها. number of trips per day، يعني هعمل كام رحلة في اليوم، عبارة عن number of containers. انا كل الكونتينرز اللي عندي اللي انا صممتها، اللي هما كانوا كام اصلا؟ كانوا 24. ده من الخطوة اللي قبلها، انا عارف ان الكومباوند ده بيملى لي 24 كونتينر في الايه، في الاربع ايام، على number of containers emptied per trip، اللي هو الكونتينر الواحد بيتفضى سوري الكونتينر بيتفضى بكام ايه، اللي هي الخطوة اللي قبلها، اللي هو العربية الواحدة بتشيل كام كونتينر. طيب ليه الكلام دوت؟ عشان يعرف هو انا محتاج كام ايه، كام عربية، كام عربية، او بمعنى تاني كام رحلة في اليوم. طيب شوف ال 24 اللي هو ال 24 كونتينر قسمتها على كام؟ على 5. يعني اما قسمتها انت على 5 دي طلعت لك 4.8، يعني انا محتاج 5 رحلات. محتاج كام؟ 5 رحلات. طيب الشيفت ديوريشن بتاعي اللي هو number of trips per day في التايم بير تريب، لو انا محتاج 5 رحلات هتضربه في 3، يبقى انا محتاج كام ساعة علشان اشتغل؟ 15 ساعة. طب وهنا كان ينفع ان انا اشتغل 15 ساعة؟ لا، ما ينفعش انك تشتغل 15 ساعة. ليه ما ينفعش ان انت 15 ساعة في اليوم؟ لان انت، انا معرف لك من الاول ان انت محتاج تشتغل او الشيفت بتاعك كام ساعة؟ 8 ساعات. يبقى يشوف الحل بيقول لك ايه، The working shift duration is 8 hour. تمام، يبقى انا محتاج كام كوليكشن؟ 2 عربيتين علشان يقدروا يعملوا القصة ديت. ليه؟ لان انا في الاخر احتجت كام ساعة علشان انقل الكلام ده؟ قالك محتاج 15. خليني اعيد لكم الحتة دي تاني سريعا علشان الحتة دي هي الحتة المهمة في المسألة. احنا خلاص عرفنا ازاي ان انا حسبنا الايه، الكونتينرز بعد ما عملناها كومباكشن، فدي اللي هي الايه، السلايد اللي فات. طيب ما عنديش مشكلة فيها، خلينا نعيد الحتة دي تاني. اول حاجة number of containers emptied، يعني كمية الكونتينرز اللي هفضيها في التريب الواحدة، كمية الكونتينرز اللي هفضيها يعني العربية الواحدة تقدر تشيل كام كونتينر. ليه؟ لأنها بعد ما تملى عدد الكونتينر دي هتروح ايه، تعمل رحلة وترجع لي تاني. يبقى حلو، يبقى number of containers emptied per trip قد ايه؟ عبارة عن ال vehicle capacity اللي هي كانت كام؟ كانت 20، على الكونتينر سايز هي تقدر تشيل قد ايه في الرحلة الواحدة؟ تقدر تشيل 20 اللي هو الكباسيتي بتاعها، على 4 هي تقدر تشيل في الرحلة الواحدة 5 ايه؟ كونتينر. يبقى العربية هتيجي تشيل 5 كونتينر وتمشي، العربية تيجي تشيل 5 كونتينر وتمشي. طب انا كان عندي كام كونتينر؟ كان عندي 24. يبقى انا محتاج كام رحلة؟ ما انا خلاص انا عرفت الرحلة الواحدة بتقدر تغطي لي 5، وانا عندي كلهم كام؟ 24. يبقى 24 على 5 فيها كام؟ فيها تقريبا 5 رحلات. طيب حلو قوي. انا لو كان عندي، بص بقى الحلاوة، انا محتاج كام رحلة؟ 5 رحلات. لو انا كان عندي 5 عربيات كان الموضوع ده يتقضى في كام ساعة؟ فكر فيها، ال5 عربيات هيجوا كل واحدة هتشيل 4 كونتينرز، سوري 5 كونتينرز، يبقى انا ايه، من مرة واحدة. يبقى انا اذا كان عندي التايم كله كان يبقى قد ايه؟ 3 ساعات. جبت منين يا دكتور ال3 ساعات دول؟ مش انا قلت لك الرحلة تستغرق 3 ساعات عبال ما العربية تروح وترجع؟ هي خلاص هي هتروح وخلاص، مع انها ما رجعت انا مش هتفرق معايا. يبقى اذا كان الاوبريشن كله كانت خلصت ايه، من مرة واحدة. طيب يبقى انا لو انا عرفت اوفر 5 عربيات كنت هخلص الموضوع ده من مرة واحدة، لكن انا عارف ان انا بشغل الناس دي قد ايه، 8 ساعات. فعشان كده قلت طيب هو ال5 رحلات دي محتاجين وقت قد ايه؟ يعني ايه محتاجين وقت قد ايه؟ لو انا استخدمت يعني عربية واحدة محتاجين وقت قد ايه؟ فقال لك ما هتحتاج 15 ساعة. ليه؟ الرحلة هي عبارة عن
سوري انا عندي 5 رحلات، في الرحلة امه 3 ساعات، يبقى انا محتاج قد ايه؟ 15 ساعة. طيب يبقى اذا ما كانش ينفع بعربية واحدة. ليه؟ لان العربية الواحدة المفروض ان هي تقدر تشتغل معايا قد ايه؟ 8 ساعات. طب والعربيتين ده من ايه؟ مجموع العربيتين اكني بشتغل ايه؟ 16 ساعة. هو طبعا هو العربيتين هيشتغلوا برضو 8 ساعات، بس اكني نظير يعني العربية واحدة تكافئ ايه؟ 16 ساعة. طيب لو انا محتاج الشغلانة دي محتاجة 15 ساعة، هل كان ينفع اجي واخد عربية واحدة؟ لا، كانت هتخلص لي الوردية بتاعتهم و8 ساعات، كان يتبقى لي شغل بتاع 7 ساعات تانيين. يعني بمعنى ان في كونتينر ثانية ما كانتش هتكون لحقت تفضى، العربية مش هتيجي تاخدها وتمشي. حلو، عشان كده كنت لازم ادخل بالعربية الايه؟ التانية، اللي هو مجموع شغلهم يكافئ كام؟ 16 ساعة. انا محتاج 15، بس انا كنت لازم اجيب عربيتين عشان يخلصوا خلال الوردية الواحدة. بص تاني على المسألة ديت، حاول تقراها وتراجعها، وكده نكون خلصنا الجزء بتاع الـ Solid Waste Management، وأتمنى يكون يعني حاز على إعجابكم وفهمكم، ونتقابل في المحاضرة الجاية إن شاء الله. شكرا جزيلا.